أنا سمعت من هذا البرنامج الشيء الكثير الطيب، وقد سمعت أن زواج الشغار البدل حرام، وسؤالي أني يا شيخ الكريم تزوجت بهذا الوصف، وابن عمي أخذ أختي بهذه المثابة، والآن وعندي 5 بنات، ما هو حكم نكاحي هذا؟ أفتوني حفظكم الله. الشغار نهى عنه الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم، واختلف العلماء في تحديد الشغار أو بيانه بوضوح، فمنهم من يقول الشغار هو مأخوذ من الشغور ومن الخلو عن المهر، بأن يقول هذه مهر هذه، أو لا أزوجك ابنتي حتى تزوجني ابنتك، ولا مهر بينهما. أما هذا فهو شغار بالإجماع. أما إذا وجد بينهما مهر المثل فقد اختلف العلماء. فإن كانت مكرهة لا خيار للفتاة، وإنما ولي أمرها سامها الخصف وألزمها بقبول الزوج بمهر المثل من أجل أن يتزوج هو، فهذا كذاك. أما إذا كان عن رضا وقبول بدفع مهر المثل، ولو قال له أنا لا أزوجك ابنتي إلا أن تزوج ابني ابنتك، فإن رغبت عن صهرنا رغبنا عن صهرك، فهذه مسألة اختلف العلماء فيها، ويفتي المفتون بأنها شغار، ويفتي آخرون بأن هذه ليست بالشغار عندما يتحقق المهر كاملا ويحصل التراضي بين الزوجين والزوجتين. وأرى من تم له الزواج على هذه الحال أن زواجه صحيح إذا كان المهر كاملا والرغبة متوفرة. فإن كان زواج السائل وزواج ابن عمه على هذه الصورة فإن شاء الله لا حرج عليهما، وإن كان لا مهر بينهما فإنه يحتاج لكل واحد منهما أن يجدد العقد ويتراضى مع الزوجة على بمهر مثلها أو بما ترضى به من المهر، ويبقى زواجهم صحيحا، وما أنجبوه أو ما أنجباه من زوجتيهما نعم أبناء وأولاد شرعيون. الحمد لله، والله أعلم. جزاكم الله خيرا.